تهنئ لهذا الشهيد، نال الفوز في الدنيا وفي الآخرة. لماذا أردت البكاء وقت ربنية؟ عليكم بالصبر أيها الإخوة أيها الأخوات، هذا قضاء الله لا يرد، هذا قضاء الله. كل واحد منا سيموت، ولكن كل واحد كيفاش غادي يموت؟ هذا الشهيد مات موت يحزن عليها، وما يشغلها لو كنا متنا شهداء، متنا في سبيل الله من أجل الوطن، من أجل إعلاء كلمة الله. لماذا هذا البكاء وهذا الصراخ؟ العين تدمع والقلب يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحم الشهيد برحمتك، اللهم اسكنه فسيح جناتك، اللهم اكرم نزوله ووسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم رديه من الذنوب والخطايا، اللهم اجعله عندك على عليين، محمدين انت عليم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا، ويستقر المهمه ديالو والاب ديالو، ويستقر العائله جميعا، اللهم احسن عزاهم، اللهم الصبر الجميل والعزاء الجليل، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، وعزاؤنا جميعا مرفوع لامير المؤمنين وعلى محمد السادس، اللهم احرصنا عليك التي لا تنام، اللهم اجعله في كنفك الذي لا يضام، اللهم امتحه بصحته العافيه، اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم احفظه في سفره وفي حضره، اللهم احفظه اينما حل وارتحل، اللهم ابقيه دخل لهذا البلد، اللهم ابقيه دخل لهذا البلد، اللهم اطر عينه بولي عهده الامير الجليل مولاي الحسن، وانبت اللهم نبات الحسنة، وشد ازره بشقيقه المولى الرشيد، احفظه في سائر اسرته الشريفه، انك على ما تشاء قدير، وانت نعم المولى ونعم النصير. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب، وبارتاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديرو جيم، ولا بغيتو تشوفوا شاشة تشوف تي في، ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس إلا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على آراءكم، اقتراحاتكم، وحتى انتقاداتكم.